السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام. في هذه الندوة، ندوة المغاربية التي تأتيكم من العاصمة الأفغانية كابول، سأناقش في هذه الندوة تحت عنوان أفغانستان إلى أين؟ وكان من المفروض أن يكون معي بريزنتر أو مقدم البرنامج من المغاربية، ولكن لظروف تتعلق بالتأشيرة فترخصت أن أقدم هذا البرنامج بنفسي. هذا العنوان أفغانستان إلى أين سنناقش فيه ومن خلاله مجموعة من التساؤلات العالقة في ذهن المشاهد العربي أو المشاهد بصفة عامة. أفغانستان إلى أين بعد خروج أو انسحاب القوات الأجنبية؟ أفغانستان إلى أين بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين الحكومة الأفغانية والحكومة الأمريكية؟ أفغانستان إلى أين بعد انتهاء الانتخابات وتجربة تقاسم السلطة بين المرشحين الدكتور عبد الله والمرشح الدكتور عبد الغني؟ أين وصلت الأمور؟ كذلك أفغانستان إلى أين نناقش من خلالها استئناف محادثات السلام التي أعلن عنها قبل أسبوعين من العاصمة القطرية الدوحة بين حركة الطالبان والحكومة الأفغانية. يشرفني أن أستضيف في هذه الحلقة مجموعة من الخبراء والناشطين وأهل الرأي من الأفغان من مشارب مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة. أبدأ عن يميني بالأستاذ السيد عبد الصمد، وهو دبلوماسي أفغاني، وأيضا الدكتور خليل حناني الأستاذ الجامعي، والدكتور الأستاذ عبد الباقي أميني رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية والإقليمية، وعن شمالي أيضا الأستاذ حبيب حكيمي كاتب ومحلل سياسي أفغاني. مرحبا بكم جميعا. إذا بدأت بالحديث معك أستاذ عبد الصمد، لا شك أنا كغيري من المشاهدين سواء في العالم العربي أو العالم الإسلامي يعني متشوقون أن نعرف ما الذي يحصل في أفغانستان حاليا. وإذا بدأنا بالمحور الأول، خروج القوات الأجنبية من أفغانستان، ما هي الانعكاسات؟ إلى أين تصير الأمور بعد أن خرجت هذه القوات من أفغانستان؟ وهل خرجت كلها أو بقي جزء منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بكم في أفغانستان، أهلا وسهلا، وهذه الفرصة طيبة لكي يكون إخوان من القناة المغاربية في بلد أفغانستان. بعد ترحيبي بأعزائنا الموجودين معنا في هذا الحلقة، فيما يتعلق بخروج قوات الأجنبية التي كانت متواجدة في أفغانستان، طبعا تعلمون أنهم جاءوا في أفغانستان في سنة 2001 بقرار أممي من مجلس الأمن الدولي، وكان لسبب الظروف التي كانت تمر بها العالم بعد حادثة 11 من سبتمبر، بعد الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية، ودخل في أفغانستان قوات بدون دعوة من الشعب الأفغاني، وهذا القوات دخل في أفغانستان بإرادة أجنبية وفي نفس الوقت بقرار أممي. فطبعا هم جاءوا إلى أفغانستان، حاربوا حركة طالبان والقائدة اللتان كانت موجودتان في ذلك الوقت مسيطران في أجزاء كبيرة من بلد أفغانستان، رغم تواجد حكومة رسمية بقيادة رحم الله شيخ رباني. طبعا أنتم تعلمون ناحية تاريخية أن أفغانستان طوال التاريخ لا ترحب بأي أجنبي أيا كان، طالما تكون قوات عسكرية أو نظامية. فمن هنا وجود هؤلاء أو تواجد هؤلاء القوات كان لظرف دولي، لظرف إقليمي،
وبدعم من جميع الدول المجاورة، منها باكستان التي كانت تعترف بحكومة طالبان، والسعودية التي كانت تعترف، ودخلت قوات من كل هؤلاء، وإيران أيضا. نعم، وإيران هكذا ساندوا دخول، والروس أيضا ما من شك، لأن دخل القوات الأمريكية من جميع الاتجاهات. وأنتم تعلمون أن أفغانستان دولة حبيسة ليست مطلة على البحر، فمن هنا دخلت إلى أفغانستان كل هؤلاء القوات بدعم دولي، بقرار دولي، وبدعم جميع الدول الإسلامية والإقليمية وحتى الدولية. فمن هنا تواجدهم في أفغانستان، رغم نحن كنا حتى في البدايات كنا نحذر أن قضية الأفغانستان لا ترتبط أكثر بالمواضيع الخارجية، بمعنى أن كان هناك صراع في أفغانستان، صراع وجود الإرهاب بكل أسف، وكانت تتخذ من أفغانستان موقعا لأهدافها الخاصة. فمن هنا لم تكن حكومة أفغانستان طرف في تواجد هؤلاء، لكن دخلوا وساعدوا في أجزاء، في البداية في موضوع الأمني وفي استقرار، ولكن بكل أسف لم تصلوا إلى أهدافهم المنشودة، التي كان إنهاء الصراع في أفغانستان وإنهاء قضية حركة طالبان ومعه القاعدة، باعتبارهما المنظمتان الإرهابيتان الدوليتان. فمن هنا أنتم تعلمون بعد في سنة 2014 قرر الولايات المتحدة الأمريكية، وأحب أن أشير لأن جميع القوات الغالبية منها رغم تواجد 41 دولة مشاركة، ولكن القيادة والتواجد الغالبية كانت من بقيادة الأمريكية، فهذا ما كان لا شك فيه. فمن هنا لما قرر الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء العمليات العسكرية، وقام بتغيير موقفه من السلم والحرب تجاه طالبان وتجاه القائدة، وظهور بعض الأطراف آخر في القضية، خاصة بعد التحولات أو الحوادث التي حدثت في ربيع العربي، وفي حروب، ظهور حروب، وخاصة داعش في العراق، وظهور أطراف آخر يعني أكثر تشددا أو أكثر إرهابا. فمن هنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إنهاء الحضور العسكري، وما وجدوا ما نفعوا في طوال 14 سنة من تواجدهم بقدر التي كانوا تريدون، ولكن لابد أن نشير بأنهم لعبوا دور مهم طوال هذا الفترة. دور مهم إيجابي ولا سلبي؟ منها إيجابي ومنها سلبي، ولكن لابد أن نرى بأن في كثير من أحوال كان إيجابي، لأن استقر البلد في البداية لمدة 3 سنين ما كان فيها حرب، وكان فيها توسع أو اقتصادي، وتغيير في كثير من الأمور، خاصة في بناء الدولة، بناء النظام والحكومة، ومجيء يعني بعد ما ممكن نقول الحرية في مجال الصحافة، وفي كثير من النواحي كان في إيجابيات. رغم بعد 3 سنين لما قام الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير استراتيجي أو بتوسعة الحرب من أفغانستان إلى العراق، أعتقد كان هناك خطأ استراتيجي في تلك المرحلة، لأنهم ما أنهوا قضية الأفغانستان فدخلوا في معزل أخرى أو في مشكلة أخرى، وكادوا نسوا أو ظنوا أن الطالبان خلاص خسروا. صحيح في البداية الطالبان أو القاعدة خسروا الحرب، ولكن لما وجدوا مأوى لهم في دول الجوار، خاصة في باكستان ولا الحدود، فمن هنا من استطاعوا يسترجعوا هنا. كيف طيب يعني باكستان المفروض هي عضو في الحرب على الإرهاب، كيف يجدون مأوى في باكستان؟ هذا أنتم تعلمون أن باكستان يعني برويز مشرف هو كان عضو في الحرب على الإرهاب بعد 11 سبتمبر.
ما من شك كيف نجمع بين هذا وهذا؟ إن باكستان دائما لعبت دور يعني مختلف مختلف في في كل المراحل لعبت أدوار مختلفة. فتجاه طالبان كان قرارهم استراتيجي بدعم ومساندة حركة طالبان في البداية حفظهم أو بقائهم بحالة. وثم يعني أنتم تعلمون أن حركة طالبان حتى ظهورهم بدأ من باكستان، لأنه أسست في كويتا في سنة 2000. سوف نعود إلى هذا. الشيخ خليل حناني، يعني لو أردنا أن نأخذ تعليقا منك، وأنت أيضا يعني مجاهد من الذين رافقوا أحمد شاه مسعود رحمة الله عليه في جهاده ضد السوفيات، وكنت أيضا مسؤول عن السفارة الأفغانية في السودان في بداية التسعينيات، والآن يعني في الوسط الأكاديمي، وكنت قنصل عام في جدة. لو أردنا أن نربط بين هذين الخروجين، خروج الروس يعني سنة 89 ودخول المجاهدين كابل في سنة 92، وبعد ذلك لم تستقر الأمور، كيف يمكن أن يستفاد من هذا الخروج الآن بتجنب الإخفاق الذي حصل في 92؟ يعني هل هو خروج سوف يخلف وراءه احتمالات الحرب الأهلية، أم هو خروج سوف يخلف من ورائه استقرار وطني؟ كيف تقرأ أنت هذا الخروج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والتحية للتلفزيون المغاربية والتحية للإخوة المشاهدون. قبل الإجابة على هذا السؤال، أنا أريد أن أعلق على ما قال الأستاذ أن القوات الأجنبية دخلت أفغانستان قبل ذلك يعني مسبق بإذن دولي، لأن حركة طالبان قامت بعملية أو حمد العاملين على الأحداث 11، إنهم رفضوا المساعدة مع في مساعدة تسليم الذين سببوا هذه المشكلة. إذا دخلت هؤلاء بعد قرار دولي، وبقي في أفغانستان القوات الأجنبية، وكان في ذلك الوقت الحاجة الأفغانية حاجة ملحة لبقاء القوات الأجنبية، لأنه ما كان أي شيء، الدولة انهارت والشعب كان مشرد والاقتصاد كان منهار ولا أي شيء، ودخلت القوات الأجنبية. كان هناك ترحيب يعني في البداية، لأنه كان سبب استقرار في أفغانستان، لكن لا نعلق على ما يعني ارتكب من أخطاء، لكن في البداية كان هذا شيء كان بحاجة أفغانستان حتى يدخل القوات الأجنبية عشان الاستقرار، وحصل ذلك. ولكن بعد هذا هم قالوا نحن نخرج من أفغانستان، والشعب الأفغاني بطبيعته يحب الحرية، رحب بهذا الخروج، وكمان كان في ترحيب حكومي. لكن الوقت في لخروج القوات الأجنبية ما كان في وقت مناسب، عشان هذا نحن جربنا تجربة في التسعينيات خارج قوات الروس، لأن كان في هناك حركة مجاهدين، حركة مناهضة قوية جدا، ولما خرجت قوات الروسية انهارت بعد 3 سنوات، انهارت الحكومة ودخل المجاهدون. الخروج، الفرق بين الخروجين، الخروج الأول كان خروج هزيمة، لأن المجاهدين استطاعوا بيهزموا الروس، والروس ما حصل على أي شيء إلا الدمار وإلا الهزيمة، إذن هم أجبروا حتى ينسحبوا من أفغانستان. لكن ما كان هناك اتفاق بين الشعب الأفغاني على تشكيل حكومة. لكن هذا الخروج يختلف عن الخروج الأول، لأن نحن نقول نحن دحين صاحب الحكومة، عندنا مؤسسات، عندنا اقتصاد، عندنا حكومة، انتخابات، مؤسسات اكتسبنا خلال هذه الفترة، وإن كان في بعض المشاكل، لكن نحن دحين هناك إجماع شعبي، وفي موجود حكومة ومؤسسات، عندنا وزارة الدفاع، داخلية والأمن، بخلاف ما كان في الخروج الأول. نحن قلنا
حتى يعني ما رحمنا بيكون الخروج في غير وقت مناسب، لانه نحن خايفين بندخل في نفس الحلقه اللي كنا في التسعينيات. يعني تخيم الحرب الاهليه على افغانستان، على افغانستان. حتى نجنب من دخول مره اخرى، نحن نقول نحن بحاجه الى مساعده دوليه حتى نستطيع ان نقوم على اقدامنا. وهذا الخروج غير خروج، الروس دخل بدون اذن شعبي ولا بدون اذن دولي، لكن الامريكان دخل، كان في هناك حمايه دوليه، وايضا كان هناك ترحيب دولي حكومي وشعبي في البدايه. الان هم اذا يخرج من افغانستان نحن نرحب، لكن بعدما نستطيع ان نقف على اقدامنا. كيف ترحب؟ يعني ترحبون بفكره الانسحاب؟ اساسا نحن نرحب بفكره الانسحاب، لاننا نحن لا نريد بيبقى جيش أجنبي في أراضينا. هذه الحرية نحن اكتسبنا بتضحيات كثيرة، لكن لما يكون هناك شيء بيكون ضرره أكثر من هذا، نرحب ببقائهم لفترة وجيزة حتى نقوم على أقدامنا. ولكن هذا الميزان، هذا ربما أنت تنظر من زاوية، ولربما زاوية هناك تقول أن بقاء القوات الأجنبية هو سبب في إذكاء روح المقاومة المسلحة والجهاد من أطراف أخرى، وبالتالي تصبح القوات الأجنبية ليست محل مدعاه للاستقرار، وإنما مدعاه لعدم الاستقرار. الشيخ عبد الباقي، الدكتور عبد الباقي، بين النظرتين، بقاء القوات الأجنبية سبب في إذكاء روح المقاومة والجهاد، أو بقاء القوات الأجنبية أو انسحابها يعني هو سبب في الاستقرار؟ أي الزاويتين؟ يعني أنت كيف توازن بين الأمرين؟ نعم، أنا إذا بدأنا نعلق كل أخ على كلام الآخر لا أعلم يكون طبيعة الجلسة، ولكن أريد أبدي وجهة نظري. تفضل. أنا أرى أن الإذن الدولي للولايات المتحدة الأمريكية لا تعطيه المشروعية للتدخل أو للهجوم على دولة أخرى. أنا أرى أن الإخوة الذين يرون أن هذا كان يعطيه المشروعية يخطئون في هذا الأمر. حتى هنالك قانونيون دوليون قد قالوا بأن المشروعية تلك كانت ناقصة. حتى كورت فالهايم الأمين العام للأمم المتحدة، وأنا في ذلك الوقت كنت أتابع الأخبار، قد قال إن هذا لا يتوافق مع القانون الدولي، وكثير من علماء القانون الدولي قال ذلك. أنا لابد أكون مفهوم، ليس لي علاقة بطالبان ولا بشطر، ولكن لابد أن نقول الحق والإنصاف هنا. أنا أرى أن ذلك الإذن كذلك من الأحادية القطبية ومن تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على مجلس الأمن وسائر أجهزتها حصل على ذلك، والدول كانت راضية أو مرغمة ذهبت مع هذا الرأي، وغطرسة أمريكية كانت ظاهرة في ذلك الوقت. حتى أنا كنت أتابع في ذلك الوقت، طالبان كانوا يقولون نحن لم نفعل ذلك، وكان يقولون نحن حاضرون بإحضار أسامة بن لادن لمحكمة إسلامية، محكمة دولية إسلامية للدول الإسلامية، كانوا حاضرون للتفاهم، ولكن هم أعلنوا حتى قبل ذلك بأننا نريد أسامة بن لادن حيا أو ميتا دون أن يعطوا فرص للتحقيقات. فذلك أنا أرى كان لغة الغطرسة. ولا بد أن أقول شيئا آخر، بأن مشكلة أفغانستان هي في أساسها مع مشكلة دخول القوات الأجنبية عدم وجود تقبل الآخر في السياسة الأفغانية. في تقديري الأساس هو هنا، حتى بعد خروج الاتحاد السوفيتي الحرب التي اندلع في أفغانستان والحرب الأهلية لم نستطيع أن نقبل الآخر سياسيا وعسكريا وقويا. لا، كان سياسة الإلغاء هي السائدة، وسياسة الإلغاء سواء كان في عهد المجاهدين أستاذ برهان الدين رباني وحكمتي، وحتى بعده طالبان كذلك كان لهم لغة إلغاء الآخر لم يستطيعوا أن
يتصالحوا مع الأستاذ رباني حتى ينهوا المشكلة الوطنية. فكان المشكلة عدم تقبل الآخر وإلغاء الآخر والاستقواء بالخارج في تقديري هو الذي هيأ حتى الترحيب الذي تم من طرف بعض الأفغان بالقوات الأمريكية كان من باب كيف يتم الاستقواء لأجل مع عدوهم الذي قاتلوه. هنا فيه تساؤل دكتور عبد الباقي عالق في أذهان العامة عامة الناس بين من يقول أن الهجوم على البرجين في نيويورك كان بقرار من الإمارة الإسلامية الأفغانية بقيادة الملا عمر، والبعض يقول أنه لم يستشر وإنما هذا كان قرار فقط من القائدة وقيادتها. يعني أي الترجيحات؟ واحد من الأسئلة العالقة، لأنه إذا كان الإمارة هي التي اتخذت هذا القرار فهي مسؤولة يعني مسؤولية عليها كبيرة، وإذا لم تكن تعلم فإذا عليها مسؤولية كبيرة. أنا أعلم أنك لا تمثل طالبان، ولكن كقراءة وابن البلد وخبير ومطلع، الذي أنا أرى أن طالبان لم يكن لديهم خبرة سياسية، وأنهم أعطوا لأسامة بن لادن وجماعته الذي هو أصلا جاء في حكومة الأستاذ رباني. نعم. أسامة بن لادن حضر لأفغانستان قبل طالبان وحضر إلى جلال آباد، وكان حكومة الأستاذ رباني موجودة في هذا البلد. بعد ذلك هم وجدوا علاقة مع طالبان والشراكة التي تمت، ولكن الذي أنا أرى أن حركة طالبان حركة ليس لديهم وعي سياسي، وأنهم أعطوا لأسامة بن لادن وجماعته وزنا أكبر في أفغانستان، والذي كان منتقد حتى من قبل بعض الطالبان. أنا حتى قرأت بأن هذا وكيل أحمد متوكل كان وزير خارجية والذي يعيش في كابول حاليا، كان هنالك كثيرون لم يكن مقتنعون بالدور الذي أعطي لأسامة بن لادن، وكذلك كثيرون حتى في الخارج كانوا يرون بأنه لا يحق لأسامة بن لادن وجماعته أن يشترك في الحرب الداخلية، حيث هو كان يساند حركة طالبان ومفروض هو يعني الذين جاءوا من الخارج أن يصطلحوا بين أهل البلد بدل أن يقفوا مع طرف. نحن لا نؤيد هذا، ولذلك قلنا أن سياسة الإلغاء كانت حاكمة في عهد طالبان. ولكن دعني هنا سأعود إليك بعد قليل الأستاذ حبيب، يعني الاتفاقية الأمنية ما الذي حققته أفغانستان وما الذي خسرته أفغانستان بهذه التي ما الذي حققته وما الذي خسرته في دقيقتين، وأعود إليك بعد الفصل إن شاء الله. أعطينا الآن. أنا أعتقد أفغانستان بحاجة ماسة في هذه المرحلة إلى هذه الاتفاقية الأمنية. أفغانستان تحتاج إلى الدعم الاقتصادي والمالي من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والجيش الأفغاني والقوات الأمنية الأفغانية تحتاج إلى الدعم اللوجستي والدعم العسكري والمالي، لأن هذه المبالغ الهائلة التي تدفعها الولايات المتحدة والدول الغربية ضمن هذه وبسبب هذه الاتفاقية الأمنية التي حصلت بين الولايات المتحدة وأفغانستان لا تقدمها هذه الدول إلا بعد هذه الاتفاقية. أفغانستان لا تحتاج أن تدفع هذه الأموال الهائلة من ميزانيتها الداخلية للجيش الأفغاني والقوات الأمنية، بغض النظر عن الحكومة، بغض النظر عن المدرسين، بغض النظر عن عمال الحكوميين والخدمات وما إلى ذلك. يعني أفغانستان بعد 30 عاما على الأقل من الحرب الداخلية والحرب مع الاتحاد السوفيتي السابق أصبحت دولة فقيرة، دولة تعتمد على الآخرين خاصة على الدول الغربية الكبرى التي تدخلت في أفغانستان عسكريا لإنهاء حركة طالبان وضرب القاعدة في هذا البلد، والوعود التي قطعت بها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في تلك المرحلة قبل تدخلها في أفغانستان، هذه الوعود لابد أن تحقق. ومنها أهم هذه الوعود كان دعم أفغانستان إلى فترة طويلة حتى تقوم أفغانستان على أرجلها. سأعود إليك مشاهدي الكرام، فاصل ونعود فلا تذهبوا بعيدا.
أرحب بكم مجددا مشاهدي الكرام. كنت أتحدث مع الأستاذ حبيب حكيمي. كنت تتحدث أستاذ عن ماذا حققته أفغانستان وماذا خسرته بهذه الاتفاقية، وللعلم أنها اتفاقية يعني ملزمة للناتو وملزمة لأمريكا وملزمة للحكومة الأفغانية أيضا. نعم. ضمن هذه الاتفاقية كما أشرت إليها، الولايات المتحدة والدول الغربية تقدم الدعم اللوجستي والدعم المالي للجيش الأفغاني والقوات الأمنية الأفغانية وللحكومة الأفغانية، وكذلك الولايات المتحدة تساعد العملية السياسية في أفغانستان وبناء الدولة وتعزيز الديمقراطية وما إلى ذلك. هذه الأشياء كلها أفغانستان تحتاج إليها، وأفغانستان لا تستطيع في هذه المرحلة على الأقل وفي المرحلة المقبلة القصيرة على الأقل لا تستطيع أن تحقق هذه الأشياء إلا بدعم دولي، سواء من الولايات المتحدة أو من الدول الغربية. وبالتالي هناك خطر للتدخلات الأجنبية في أفغانستان من دول الجوار ومن الدول الإقليمية، ولا بد أن أشير إلى نقطة مهمة في هذه القضية. أستاذ حبيب، يعني هنا الأفغان يتعاملون مع دول الجوار، أكثر الدول الجوار تأثيرا في أفغانستان من هي؟ أنا أعتقد باكستان هي أكثر تأثيرا في أفغانستان، نظرا لنفوذها في أفغانستان ونظرا للأوراق التي لا تزال باكستان تملكها. وماذا عن إيران؟ في أفغانستان وإيران لها نفوذ كذلك، ولكن إيران دولة شيعية وهناك عقلية شيعية في أفغانستان، بطبيعة الحال نفوذ إيران يكون أقل من نفوذ باكستان. أولا باكستان أوت المجاهدين الأفغان والمهاجرين الأفغان، هذا هو السبب الرئيس كذلك في نفوذ باكستان في أفغانستان وفي النفوذ الأكبر لباكستان في أفغانستان. وبالتالي زعماء المجاهدين كانوا في باكستان، وباكستان هي التي كانت تدير الحرب في أفغانستان بشكل أو آخر، يعني على الأقل باكستان كانت خلف الستار وتدعم الحرب ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. وطبعا دعم الدول الغربية كان يأتي إلى أفغانستان عبر باكستان، يعني باكستان لها نفوذ وباعتقادي تستطيع أن تدير الأزمة في أفغانستان وتستطيع أن تدير الحرب في أفغانستان بشكل آخر. ولذلك عندما تريد باكستان أن تضغط على أفغانستان تستطيع أن تستفيد من هذا النفوذ وتستخدم هذه الأوراق ضد أفغانستان. ولذلك دائما باكستان متهمة من قبل الحكومة الأفغانية ومن قبل السياسيين ومن قبل شريحة كبيرة من الشعب الأفغاني بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية في أفغانستان. نأتي إلى الاتفاقية الأمنية، ماذا خسرت أفغانستان بالاتفاقية الأمنية؟ أنا أعتقد شخصيا أن أفغانستان لم تخسر شيئا، لأن أفغانستان أولا لا تستطيع أن توفر هذه الأشياء توفر الاحتياجات التي تحتاج إليها، وبالتالي النفوذ الأمريكي في أفغانستان ربما الولايات المتحدة طبعا لها سياساتها لها استراتيجيتها لها مصالحها، ولكل دولة حق قانونيا وشرعيا دوليا أن تتبع مصالحها وأن تعمل لما مصالحها في العالم، ولكن أفغانستان لها كذلك مصالح من في هذه الاتفاقية الأمنية. أفغانستان ماذا خسرت؟ هناك الرأي، أنا لا أتفق مع هذا الرأي، أن وجود الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة يذكي المقاومة أو الحرب ضد الولايات المتحدة في أفغانستان والدول يعني الغربية. مع هذا الرأي لا، أنا أخالف هذا الرأي تماما، لأن أفغانستان مشاكل أفغانستان باعتقادي لا تكمن في وجود القوات الأجنبية، إنما هناك مشاكل اجتماعية وسياسية وعرقية كثيرة في أفغانستان هي التي تؤدي طيب إلى هذه الحروب. أستاذ حكيم، يعني هنا دعني أرجع إلى الوراء، وأنت أيضا من الذين التحقوا بالجهاد وعمرك 18 سنة يعني. نعم. وعشت الجهاد. نعم. يعني ألا تعتبر أفغانستان بهذا الشكل عندما نقول بتوقيع الاتفاقية الأمنية لم تخسر شيئا، ألا نعتبر أنفسنا وأفغانستان تكرر المكرر؟
كنتم تقولون عن الحكومة الشيوعية، يعني باصطلاح بالفارسية حكومة مزدور، نعم، الحكومة العميلة، عميلة، نعم، للروس، نعم. إذا كان بهذا المنطق أن أفغانستان ضعيفة وتحتاج إلى القوات الغربية، هذا نفس المنطق الذي كان يقوله الشيوعيون، نحن نحتاج إلى الروس ونحن فقراء، ما الذي اختلف؟ أولا هناك فرق كبير بين الوجود الروسي السابق في أفغانستان والوجود الأمريكي الغربي الحالي في أفغانستان. أولا القوات السوفيتية قوات الاتحاد السوفيتي السابق كانت قوات غازية، وبالتالي الحكومة الأفغانية في تلك المرحلة كانت حكومة حزب واحد، الحزب الشيوعي الحاكم في تلك المرحلة. ثالثا أن القوات الأمريكية عندما تدخلت في أفغانستان لم تتدخل لحماية حكومة معينة وحكومة عميلة. عندما جاءت لضرب حركة طالبان التي كانت تسيطر على معظم الأراضي الأفغانية، وهي التي أوت أسامة بن لادن والقاعدة، والقاعدة هي التي ضربت الولايات المتحدة، ومن هنا نحن أمام شيئين مختلفين تماما. وبالتالي أكثر من 80% من الشعب الأفغاني حاربوا الحكومة الشيوعية. الآن عدد الذين يقاتلون الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية في أفغانستان عددهم قليل جدا، وهناك ويقال أن عدد مقاتلي طالبان والجماعات المسلحة لا يزيد عن 25,000 على الأكثر، ولكن أكثر من 80 من الشعب الأفغاني في تلك المرحلة حاربوا القوات السوفيتية في أفغانستان، وكانوا يسيطرون على أكثر على 80 أو أكثر من 80% من الأراضي الأفغانية. وبالتالي الحكومة التي كانت تحميه القوات السوفيتية السابقة كانت حكومة مستبدة، لم تكن هناك انتخابات، لم تكن هناك دستور مصادق عليه من قبل الشعب الأفغاني، لم تكن هناك أحزاب سياسية، لم تكن هناك حرية الرأي وحرية التعبير، ولم تكن هناك إعلام، لم يكن هناك إعلام حر. وهذه القيم الإنسانية الجديدة التي نراها في أفغانستان هي بسبب التدخل الأجنبي في أفغانستان. لابد أن لا ننسى بعد خروج القوات السوفيتية من أفغانستان بدأت الأحزاب السياسية في أفغانستان بالحرب الداخلية، الحرب الأهلية، والدولة انهارت بعد سقوط الحكومة الشيوعية. الحكومة الشيوعية كذلك، حكومة نجيب الله، التي كانت تحمى من قبل الاتحاد السوفيتي. الحرب الأهلية بدأت في أفغانستان، والنظام السياسي في أفغانستان انهار، ومؤسسات الدولة انهارت، ونحن رأينا أن في هذه المرحلة لم تكن هناك أي قوات أجنبية على الأرض. لماذا إذن الحزب السياسي في أفغانستان؟ ممتاز، جيد، فقط قبل هذا سؤالي بدأت تتحارب وبدأت تتقاتل. ممتاز، ممتاز الأستاذ حبيب. يعني الآن إذا نظرنا إلى القيمة التاريخية التي كان دائما يتغنى بها الأفغاني، ألا وهو يقول نحن قضينا على الإنجليز ونحن قضينا على الإمبراطورية السوفيتية، فألا يعتبر تغير عام في الذهنية التاريخية الأفغانية أنها تقبل الاتفاق مع دولة أجنبية يعني تعترف بها أنها يكون لها حق الوجود في أفغانستان؟ صحيح هناك من يريد أن يبرر هذا ويقول هذه الاتفاقية الأمنية، كثير من دول الخليج عندها اتفاقية أمنية، السعودية عندها اتفاقية أمنية، وقطر والكويت والإمارات وكذا، لماذا تلومون على أفغانستان؟ قد ربما يكون اللوم هنا استثناء، لأن الأفغاني أو الشعب الأفغاني يرفض الأجنبي بالمطلق، ومن بين الاتفاقية من بين بنودها أنه لا يحق، كما فهمت، لا يحق لأمريكا وللناتو أن يهدد أي دولة من دول الجوار، ولا أن يعلن أي حرب خارجية من خلال أرض أفغانستان. يعني كيف نربط بين هذا، بين الحفاظ على القيمة التاريخية، قيمة الإباء والشموخ ونرفض الأجنبي، وبين التوقيع؟ يعني وسأعود إليك الدكتور. برأيي لا أرى فيها يعني اختلاف جذري أو اختلاف كبير، لأن حسب علمي من الاتفاقيات الدولية لكل دولة حرة لها حق أن تعقد
الاتفاقيات بدولة أخرى. يعني أنا من رأيي الاتفاقية الأمنية التي عقدت مع الولايات المتحدة ومع نيتو هي لا تفقد من أي يعني أي جزء من 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 اعتبار أو استقلال أو يعني لا تحدد أبدا أي مقاومات الأساسية لدولة مستقلة ذات سيادة، يعني لا تتضرر بأي شيء من بأي شكل من أشكال بسيادة البلد. فأنا أعتقد بالعكس، حتى مجيء يعني هذا الاتفاقية قد غيرت كثير من الأشياء التي أجريت التي جرت في السابق، لأن دخول القوات الأجنبية في أفغانستان صحيح كان رغم هناك كان بقرار أممي، ولكن تواجد قوات 41 دولة وبمساندة جميع الدول الجوار ومنها دولة باكستان التي كانت تعترف، ودولة الإمارات التي كانت تعترف بحركة طالبان، ودولة السعودية التي كانت تعترف، قد ساندوا يعني القواعد اللوجستية ودعم للقوات الأجنبية كانت تلك المطارات يعني في باكستان، في إمارات، في قطر، في السعودية. فمن هنا أعتقد شخصيا كوني كباحث في العلوم السياسية الاتفاقية الأمنية هي التي رجعت الحقائق إلى مسارها الصحيح، لأن أعطيت للطرفين المتعاقدين كون أفغانستان دولة تاريخية تسبق استقلالها وسيادتها في المنطقة من الباكستان والهند ودول الجوار ككل دول آسيا الوسطى. يعني تقصد أفغانستان كدولة؟ كدولة نعم كدولة. فمن هنا الاتفاقيات الدولية تعطي حق إبرام وحق الفسخ في نفس الوقت في آن واحد، لأن أحد البنود تعطي حق لكل الطرفين للأفغان والولايات المتحدة متى شاءوا متى أرادوا أن تقوموا بفسخ العقد. فمن هنا أنا أعتقد شخصيا صحيح أن الشعب الأفغاني معروف تاريخيا لهم دور في على الأقل في قرنين الأخيرين تجاه جميع الغزاة، تجاه البريطانيين وتجاه الاتحاد السوفيتي الروس، لما قاموا يعني بمقاومة شعبية بالجهاد وبدفاع عن الشعب وعن الحرية، وقدموا تضحيات كبيرة يعني 1.5 مليون شهداء، 5000 مهاجرون، 10 سنين من الحرب والقتال، 5 ملايين نعم يعني 5 ملايين من المهاجرين ومن يعني البلد قدم كل ما كان يمتلك يعني بالكامل رغم تواجد في حكومة عميلة. أنا أحب فقط أشير كما تفضل سيد حبيبي سيد حبيب حكيمي بأن في فارق كبير، لأن لما دخل الروس في أفغانستان هي ما طلب إذن ولم تكن هناك حكومة قانونية، لأن الشيوعيين العدد التي كان لا تتجاوز 1000 بضعة آلاف شخص قاموا بثورة ضد حكومة كان في أفغانستان أصلا، كان في السبعينيات كان حكومة مشروعة، حكومة ديمقراطية بنوع ما وجمهورية دستورية، ولكن الشيوعيين بدعم الروسي أسقطوا تلك النظام، ثم لما ضعفوا أمام إرادة الشعب دعوا في نفس الوقت قام الروس بغزو أفغانستان. الجيش السوفيتي واضح. دكتور عبد الباقي كنت تشير كأنك عندك حديث تريد إضافة أو تعليق تريد أن تقوله. نعم، إذا أعطيتني فرصة. أنا أرى بأن الحكم على الاتفاقية هل هو كان لمصلحة أفغانستان أو هل يتوافق مع القوانين السائدة والنافذة في أفغانستان لابد من كم نظرة. النظرة الأولى الوضع الداخلي. الحكومة الأفغانية رفعت شعار المصالحة مع طالبان ومع كل المخالفين. سنعود إلى هذا المحور جيد. لا أنا أقصد سوف نعود إليه. في الفترة التي نحن جربنا استراتيجية الحرب وفشلها ونحن بحاجة إلى المصالحة
والمخالفون المسلحون يقولون إن توقيع الاتفاقية يعني القضاء على عملية المصالحة. هل من الحكمة أن نقدم على هذا ثانيا إذا كان نحن نقول أفغانستان دولة مستقيمة وتستطيع أن تقصد هل من الحكمة أن نقدم على هذا الاتفاقية؟ نعم السؤال استنكاري يعني. ثانيا أفغانستان دولة مستقلة وتستطيع أن توقع الاتفاقيات، ولكن هل الاستقلال هذا جاء مثل العهد القديم للدولي أو نحن في هذا الوقت العولمة نحن نراعي السياسات الإقليمية والحساسيات الإقليمية؟ هل نحن نقدم على أمر يخالفه معظم الجيران ونحدث حساسية لهم؟ هل من الحكمة في السياسة الخارجية أن نقدم على تلك الحساسية ونشتري الغذاء للسلاح المقاومة من طرف هؤلاء الجيران؟ هذه ثانيا. ثم آتي لمتن الاتفاقية. متن الاتفاقية ماذا تحقق لأفغانستان؟ أنا أرى أن الإخوة الذين يقولون فلان عمل اتفاقية، أنا أقول عدة أمور. أولا الوضع الداخلي، أولا أقول الأمور التي تم في توقيع الاتفاقية. تم توقيع الاتفاقية في وسط الإكراه الدولي الأمريكي، ممكن نقول الابتزاز، وكذلك في جو من التفاهمات المشبوهة مع في أعضاء لويا جيرجا وكذلك من البرلمان. أنا أعضاء يعني غرفة البرلمان اليوم. أنا أولا أقصد كم عندما تلكلك حامد كرزي في التوقيع من كل يأتي نحن سوف نقطع المساعدات، نحن سوف صيغة الاتفاقية. كان أفغانستان بحاجة، ولكن الضغط الدولي بصورة، وأنت تعرف من القانون الدولي العام بأن الاتفاقية إذا جاء في أجوائها الإكراه لجانب الموقعة فإنها تفقد قانونيتها. ثانيا أنا بنفسي قد قرأت أن لويا جيرجا الذي دعت إليها حامد كرزي، هذه لويا جيرجا ما كانت تمثل كل أفغانستان، جمعت أناس بطريقة التي لا تمثل أناس الذين ممكن من الشارع ومن أي شخص كان يخالف هذا الشخص ما كان يدعى إلى هذا الوعي. إذنكم إذا تسمحون لنا يخلص بس الفكرة. نعم. ومن خلال الوعي جرقة يذهب أناس المشاركين في الوعي جرقة إلى السفارة الأمريكية، وكتبت جريدة عليه بأنه ذهبوا، قال لرئيس تحرير الجريدة اتصلوا بي، لماذا أنت كتبت أننا ذهبنا للسفارة الأمريكية؟ قال هذا وظيفتي. هددهم والأخ هذا موجود، قال اتصل به هؤلاء الناس يعني الذين خرجوا يعني من لويا جيرجا. يعني دكتور عبد الباقي تريد أن تقول أن الاتفاقية وقعت تحت الابتزاز، تحت الابتزاز وتحت الإرشاء، وتحت شراء الذمم، تحت الإرشاء. نعم شراء الذمم. نعم. من بعض النواب. لدي هذه الأمور. أنا حدثني أخ بأن البرلمان أناس ذهبوا للسفارة الأمريكية وأعطوه وعود، أنا لا أعرف عن كل التفصيلات، ولكن تم في البرلمان الترغيب لأعضاء البرلمان لأجل التوقيع على الاتفاقية. هذا في الأجواء الذي أقوله. ثم آتي للمتن. المتن القوانين الأفغانية تقول بأنه ينفذ على كل من يعيش في أفغانستان، والاتفاقية تعطي استثناء للقوات الأمريكية التي تعيش هنا أن يطبق على القوانين الأفغانية. ثم الأراضي ما فهمت هذه النقطة، الاستثناء كيف يعني؟ يريد الحصانة القانونية. الحصانة القانونية يعني يوجد القوات الأمريكية لا أحد يستطيع يحاسبها. ثم حتى من ناحية المصلحة الذي إخوة يقول يعني هذا الاستثناء موجود في الاتفاقية. لا يوجد هناك، يوجد هنالك حصانة قانونية للقوات الأجنبية. الأفغان لا يستطيعون، حتى المتلبس منهم لا يستطيع أن يقبض عليه على القوات الأمريكية إلا أن يبلغ. يعني ما هي السيادة الأفغانية؟ يعني ماذا نحن نعرف الاستقلال كيف؟ إذا كان نحن نحمل هناك أراضي لا يستطيع السلطة الأفغانية أن تصل إليه، وهم يفعلون في داخله ما يريدون ويدخلون إليه
ما يريدون. الأفغان ليس لهم حق حتى لتفتيش أمتعتهم، وليس لهم أي حق في رصد، يدخلون بدون تأشيرة ويخرجون بدون تأشيرة، لا يوجد هنالك أي رصد لهم. فكيف أنت ترى أين استقلال أفغانستان؟ أنا في تقديري لابد كل هذه الأمور نحن ننظر إليها بعين الإنصاف، أنا أقول فقط بعين الإنصاف، بأننا ماذا اكتسبنا من هذه الاتفاقية؟ ثم هنالك لا يوجد التزام أبداً، التزام من الجانب الأمريكي، سواء كان بالمساعدات التي يمكن أن تعطى والعملية السياسية الذي يقوله أستاذ حكيمي هو لا يدخل في الاتفاقية الأمنية أنه في الديمقراطية وغيرها. لذلك أنا أقول الاتفاقية هي كاملا لجانب الأمريكيين، لمصلحة الأمريكيين. الأفغانيون ما جنوا شيئا، حتى الإخوة الذين ناقشوا، أحد المخالفين كان لا أذكر اسمه، قال أنا ذكرت بأنها في لوي جيرجا، قال صوتي لم يظهر، بأن هذه الأماكن نحن لماذا فقدنا المنافع المالية المتيقنة على الأمور الخيالية والآمال. نحن لم نفرض عليهم رسوم التأشيرة، نحن لو فرضنا على الأمريكان رسوم التأشيرة كما يفرضه الدول الأخرى ممكن غطت خلال السنوات، إذا هم 10,000 أو 20,000 فإنه كان يغطي، كان يأتينا دخل مضمون. لو أجرنا لهم، إذا نظرناه بمنظور اقتصادي، هم يستفيدون من الأراضي الأفغانية دون أن يدفعوا شيء. نحن لو أجرنا لهم هذه الأماكن، إذا افترضنا بأنه نحن يخدم مصلحتنا. دعني أستوقفك هنا الدكتور عبد الباقي، كأني رأيت الشيخ خليل رفع يده كأنك تريد أن تقول شيء. طيب الأستاذ تفضل بأنه لوي جيرجا كان يعني تعرضت لشراء الذمم وللابتزاز. من الصعب أن نتهم 1500 شخص هم جاءوا من أكناف أفغانستان، مع أن الرئيس كان يرفض مبدئيا توقيع الاتفاقية. تقصد الرئيس حمد كرزاي؟ أيوة، هو السابق في هناك تناقض. إذا كان مطلوب يعني توقيع الاتفاقية، ليش الرئيس يعني دعا 1500 شخص من مناطق مختلفة من أفغانستان بأطياف مختلفة، في مجاهدين، في الليبراليون والعلمانيون والنساء والرجال والضيوف والشيوخ من أطياف مختلفة. من الصعب أن نتفق أو نتهم هؤلاء بأن هؤلاء كانوا زممهم مشتري، لأن الشيء الذي يدل عليه الرئيس كان يرفض التوقيع، وكان متوقع من المجلس يؤيد رأيه، حتى يقول الأمريكان أنا ما أستطيع أن أفعل شيء لأن المجلس لوي جيرجا هم رفضوا ذلك، أنا ما أستطيع أن أفعل شيء يرفض الشعب. إذا جاء قرار المجلس بخلاف ما أراده الرئيس. طيب ألا يؤكد هذا المعنى أنت بيع الذمم؟ لا، إذا كان الرئيس يريد أن يناور ويرفض التوقيع على أمل أن مجلس النواب يرفض، وبالتالي يكون قوة للرئيس في الرفض، لأن الشعب، لكن الذي حصل العكس، تم التوقيع، تم التفق قبل. الرئيس لم يرفض قبل قرار لوي جيرجا، لم يرفض دون تلقى. لو تسمعوا لي أنا، لأن الرئيس كان من البداية يتلقلق في 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 توقيع، وكان هو عقد المجلس تقريبا في نهاية عهده، وكان مفروض أو كان يأمل يرفض المجلس الشورى التوقيع حتى يبرر ما يقوله للأمريكان. لأن المشكلة عند الرئيس، الرئيس كان يخاف من أن يقال له هو الشجاع الثاني، هو الذي جاء الشخصية الأفغانية التاريخية شجاع. هو كان يريد ويحاول بكل قوة، بكل ما يستطيع، أن يدفع هذا الاتهام عن شخصيته حتى يبقى في التاريخ هو رجل بريء عن العمالة، لأن التوقيع كان يمثل وصمة عار تاريخية يعني. طبعا والشيء الذي وكان يريد، هو كان يريد أن يرفض طلب الأمريكان بالرأي الشورى. ومن الصعب أن هؤلاء 1500 شخص هم باعوا زممهم حتى يبقى أمريكان في أفغانستان، والإرادة الشعبية كان يمثلها هذا الشورى. أنا أفتكر شخصيا أن الشورى هو كان يعبر عن رأي معظم الشعب، ما أقول كل الشعب. شيء ثاني، نحن كنا نريد، صح كنا نريد من الاتفاقية بعد توقيع الاتفاقية أن ينهي الحرب، كان نحن نريد،
لكن إذا حصل هناك اختلاف بين الرئيس أو كنا نريد أو الأمريكان، الأمريكان يقول المشاكل اللي تحصل أو الحروب اللي تحصل في أفغانستان هي مشاكل داخلية، نحن وقعنا الاتفاقية معكم ندافع عن أفغانستان عن تدخل الأجنبي الذي يأتي من الخارج. طيب في نص دقيقة. نعم. لأنه وشكنا على الانتهاء. هناك رأي قائل ومتداول كثير بين الناس يقول لو سلمنا بالمبررات التي قدمها الأمريكان في الدخول إلى أفغانستان بأن طالبان كانت تأوي منظمة إرهابية، وللعلم يعني هو طالبان ليست منظمة إرهابية أظن في الأمم، وإنما منظمة أوت منظمة إرهابية. صح. هذا يبدو لي التصنيف الدولي القانوني للطالبان، القاعدة هي المنظمة الإرهابية وتهم الطالبان أنها أوت هذه. لو سلمنا أن دخول الأمريكان كان من أجل القبض على أسامة بن لادن والتصفية القاعدة، يعني الكثير يقولون ها أسامة بن لادن قد قتل في باكستان والقاعدة لم يعد لها ذلك الوجود، فما مبرر بقاء أمريكا في أفغانستان؟ صح. في نص دقيقة. نعم صح، إذا كان هناك المعاقل الإرهاب في دول جبار أفغانستان والحرب تكون دائمة ومستمرة إلى أفغانستان، فما يعني ذلك ترك مغادرة القوات الأجنبية من أفغانستان؟ الشيء الذي نحن نخاف منه هو دائما هو يهددنا سياسة باكستان. سياسة باكستان تحافظ على مجموعة من القوات الألغازية أو الإرهابية أو تسمي أي شيء تسمي، هذا بيكون مترصدة لأفغانستان لو نحن نخلي أفغانستان هم يعيدون أن يعودنا إلى ما كنا في التسعينيات. إذن معناه التخوف أو الاتفاق هو أكثره تخوف من دول الجوار. دول الجوار. الحديث يطول مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة الشيقة، وأكيد يعني موضوع أفغانستان متشعب ويحتاج إلى عشرات الحلقات حتى يفهم المشاهد العربي هذه التشعبات. أشكر ضيوفي عن يميني السيد عبد الصمد الدبلوماسي الأفغاني، الدكتور خليل حناني الدبلوماسي أيضا السابق والأستاذ الجامعي، وأذكر وأشكر أيضا الأستاذ الدكتور عبد الباقي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية، والأستاذ حكيمي المحلل السياسي والكاتب، وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام.